النهارده الحلقه بعنوان اشاعات اشاعات اشاعات، حاجات كتيره جدا 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 واشاعات كتيره جدا جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم. ولكن قبل ما ابدا في قصه الاشاعات دي، لان الاشاعات دي او هي تسريبات زي ما انتم عايزين تقولوا قولوا، ولكن خليني ابدا مع حضراتكم بسؤال مهم قوي، سؤال الاهلاويه او معظم الاهلاويه عارفين اجابته، معظم الاهلاويه عارفين اجابته، ولكن من لا يشجع النادي الاهلي محتاجين ان هم يفهموا ويعرفوا اجابته. عندما يتخذ النادي الاهلي قرار، عندما يتخذ النادي الاهلي قرار عمره ما بيرجع فيه. بمعنى ايه؟ بمعنى قبل بطوله كاس الامم الافريقيه، وعندما اصدر النادي الاهلي بيان وقال فيه، انا هقول لكم طبعا معنى الكلام اللي اتقال في البيان اللي قاله النادي الاهلي. النادي الاهلي اصدر بيان قال فيه ان هو مش هيلعب بقيه مباريات الدوري العام اذا اتلعبت بعد بطوله كاس الامم الافريقيه. خلاص تمام، النادي الاهلي اصدر بيان بهذا الشكل وبهذا الموضوع. كل من لا يشجع النادي الاهلي اليومين دول بيتاجر بهذا الموضوع وبيتكلم في هذا الموضوع، ولكن للاسف الشديد هم مش عارفين النادي الاهلي، ومش عارفين ان النادي الاهلي دائما ما يعتمد على حاجتين: الامن القومي للبلد ده اولا، ثانيا النادي الاهلي نادي مؤسسي. نادي مؤسسي يعني ايه؟ يعني لما بتحصل مشكله مش بيطلع رئيس مجلس الاداره يتكلم يقول لك ايه انا هعمل كذا وكذا وكذا، ما عندناش الكلام ده. احنا في النادي الاهلي ما عندناش الكلام ده خالص، ولكن اللي بيحصل ايه؟ بيكون هناك اجتماع مع اللجان المتخصصه في هذه الامور، سواء لجنه قانونيه او لجنه اي لجنه من اللجان اللي موجوده داخل النادي الاهلي. وبعدما يتم الاجتماع مع اللجنه القانونيه بيحصل ايه؟ بيصدر النادي الاهلي بيان بما توافق عليه الجميع داخل مؤسسه النادي الاهلي. فمن لا يشجع النادي الاهلي طالعين يقولوا لك ايه؟ اصل النادي الاهلي طلع قبل كده قال بيان ورجع في كلامه. طيب خليني اقول لحضراتكم نقطتين بس، حاجه كده بسيطه تحطها في وش اي حد. خليني اكون لبق جدا في كلامي النهارده. الحاجه الاولى ان النادي الاهلي استكمل الدوري العام المصري في السنه الماضيه وفاز به حفاظا على الامن القومي المصري. ليه؟ كنا لسه خارجين من بطوله كاس الامم الافريقيه، والشعب المصري اللي معظمه الشعب المصري اللي معظمه اهلاويه 70 80 مليون اهلاوي، كان عندهم حاله احباط شديده جدا من خروج المنتخب المصري من بطوله كاس الامم الافريقيه، وبالتالي النادي الاهلي دوره الوطني، دوره الوطني في ذلك الوقت او في الوقت ده تحديدا اختار ان هو لا يفضل مصلحه البلد على المصالح الشخصيه او المصالح، مصلحه النادي، مصلحه البلد الاول وبعد كده مصلحه النادي. ففضل النادي الاهلي مصلحه البلد وقال هكمل الدوري عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، عشان خاطر الجمهور المصري طبعا، عشان خاطر جمهور النادي الاهلي في ذلك الوقت اللي الشعب المصري بالكامل كان محبط جدا من خروج المنتخب الوطني من البطوله الافريقيه بعد هذا التنظيم الرائع اللي عملته الدوله في ذلك الوقت. طيب ده بالنسبه للدور الوطني، ولكن هو ايه اللي وصل النادي الاهلي ان هو يصدر بيان او يصدر بيان قبل بدايه كاس الامم الافريقيه يقول فيه ان هو لن يستكمل الدوري بهذا الشكل؟ مين اللي خلى النادي الاهلي يعمل كده؟ الاتحاد المصري لكره القدم، الاتحاد المصري السابق لكره القدم هو اللي خلى النادي الاهلي يصدر هذا البيان، او يعني الاشياء الخاطئه اللي بيعملها الاتحاد المصري السابق لكرة القدم هي اللي خلت النادي الأهلي ان هو يصدر هذا البيان. هو ايه اللي حصل بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ حد يقول لي كده؟ ايه اللي حصل بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ استقالة او تمت إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالة، خلينا نقول استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، وبالتالي انتفى السبب اللي كان النادي الأهلي بيصدر بيانه عشان إن الاتحاد المصري السابق لكرة القدم كان دايما بيعمل كده، كان دايما واقف ضد النادي الأهلي في أمور كثيرة جدا، مش عارفين ليه الحقيقة.
وبعد نهايه كاس الامم الافريقيه خلاص استقال الاتحاد ده، وبالتالي انتفى السبب. فاصبح هناك حاجتين مهمين جدا، الوازع الوطني للنادي الاهلي او الدور الوطني للنادي الاهلي اللي دايما بيعمله، واحباط الشعب المصري بعد خروج منتخبنا الوطني بهذا الشكل من هذه البطوله المنظمه بافضل الطرق. ده بالنسبه للدور الوطني اللي بيعمله النادي الاهلي. تاني حاجه ان خلاص السبب الرئيسي في الموضوع ده هو ان الاتحاد المصري السابق ادار مسابقه الدوري بشكل فاشل. خلاص الاتحاد المصري ده انتهى ومشي، وبالتالي استكمل النادي الاهلي بقيه الدوري او بقيه الدوري بهذا الشكل. فزنا بالدوري.